احمد واخوه يعني لو طولوا شوي كان بكيت معهم. الله يحفظهم. طيب الضيف اللي بعده نرحب به، من هو؟ عبد الله اخوه ولا ابوه ولا؟ طيب اخو المتسابق عبد المحسن، حياك الله وبياك، مرحبا ترحب المطار. اخو المتسابق عبد المحسن، ارحب يا ابو صالح، الله يبليك، جعلني والله فداك. مجار مجار على يسارك، جعلني قبلك. مجار مجار يا ابو مرحبا، اخوي الكبير ومعزمي في الدهر الامال. اسلم كبير اللي كبرت الامور يتنطحها، وجال ويا لا جاء لا جاء ماقف ان يقزى، ويبحث خف الرجال يشمر يدينه محزمي ما يبطحها. الله يا جعلني اعتصم، جعلني نادر سعد يا ابو صالح، ابشر بس سعد يا ابو صالح، جعلني والله فداك. سلام تسليم يبدي الباديبها ويتزايا طيبها، عن عسير بسلم ودعي بن عبيد، يا سلامي لكم ولكل ضيف وصل عندنا. مرحب مرحب يا ابو صالح، مرحبا يا ابو صالح، اهنيك ابو عبد الله، يعني والله يفداك يا مجملني. عبد الله بن عبيد هنا، عبد الله الله يحييك، شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الله يطول عمرك، فرصه طيبه طال عمرك، الله يسلم، حظنا طيب، الله يرحم والديك، الله يسلم، يبارك فيك، مبسوطين بجيتك اخوك الان يسمعك ويشوفك. يا مرحبا يا ابو صالح، الله يطول عمرك، الله يجعلني في هذا الوجه، يفديك صالح وابو صالح، الله يجعلني فداك وفدا صالح. نجار الله يرحم والديك يا ابو صالح، والله يا شوفتك عندي لا تسوى الارض وما عليها، الله يطول عمرك، الله يجعلها ترحم ملايين. انا اللي مزداد ان اليوم وليت ان ابو عبد الله وعبد المحسن وام عبد الله وعبد المحسن يشوفونك اليوم ويفرحون بك مثل ما اني فرحان بك، الله يغفر ذنوبهم ويتجاوز عنهم. يا ابو صالح اسلم، والله الذي لا اله الا هو انك مجملني حاضر وغايب، جعل والديك في الجنه، الله يجعلني في هذا الراس، الله يحفظك ويطول عمرك، انت مجملني الله يحفظك. كاني فقدت ابوي، والله انك حليت محله، جعل والديك في الجنه، ما قصرت في حال، انت العزوه، يعني الله يطول عمرك، واحنا اللي فرحانين بك ومفتخرين بك، دكتور وشاعر ومنشد وإلى كبرة الحمول ما نعنزها إلا على مطلق شرواك. أبشر بإسعادك يا أبو صالح، الله يحفظك ويرحم والديك، الله يحفظك. هذا أخوي عبد المحسن، وأنا أفتخر أن أخواني اللهم لك الحمد من بعد وفاة الوالد الوالدة وفقهم الله سبحانه وتعالى، وبشرك من فضل الله سبحانه وتعالى أنهم محل فخر في أسرتهم وفي قبيلتهم، وهذا فضل من فضل الله سبحانه وتعالى، وليس بحولنا ولا قوتنا، والله إنه جود من جود الله سبحانه وتعالى، فما أخذ الله سبحانه وتعالى إلا وأعطى، وعطاء الكريم إذا أعطى عطاء كريم، أنا أشهد أنها أبلغ من مما أخذ، فسأل الله يجزى والدينا عنا خير الجزاء ويغفر ذنوبهم ويتجاوز عنهم. ويا بخت اللي كسب اليوم، اليوم أنا ما عندي عبد المحسن وعبد العزيز ومحمد وشادن وعبد المجيد، أنا اليوم عندي الرجاجيل هذول أخواني، وأخوان عبد المحسن اللي متسابقين أنا عدهم أخواني، اليوم أنا خارج 30 أسرة و30 متسابق. الله يطول عمرك، الله يحفظك ويرحم والديك، الله يحفظك، الله يحفظك. عبد المحسن وش تقول؟ أشهد بالله أنه وجه عرب ولسان انطليق ووجه يطلق، الله يجعلني فداك يوم أنك مجمل في كل حال. الله يرحم أبو صالح أسلم، اللي مثلي ومعها أخو مثلك علي الطلاق أنه يرفع حجاجه، علي الطلاق أنه يبتسم ويضحك. الله يرحم والديك يا أبو صالح، وحظنا طيب، وإن شاء الله أن الله يجملك إلى آخر يوم، وهو قسمك الجميل، ما هو بدعة، هو ورث، الله يحفظك، الله يجعلني فداك، مرحبا، الله يحييك، مرحبا والله ما سلم، الله يحفظك، مرحبا والله مسهلا، الله يحييكم، شرفتونا ونورتونا، الساعة المباركة. مرحبا بك عبد الله، ونعم يا عبد الله. عبد الله شفت فيك مثل ما قلت لأخو عبد المحسن مشاعر، يعني شعر الأخوة، مشاعر الأخوة اليوم فياضة. وش الشيء اللي دموع عبد المحسن، دموع أخوك هي اللي خلت المشاعر تجي، وإلا وش يجمعك بينك وبينه من أشياء كثيرة؟ ما في شك أبو عبد الله، اليوم يعني اللي تشوفه عبد المحسن، والله انه يوصيني حتى في جلسة العيد، يقول انا حريص ان دمعتي ما تخرج، لكن لما يفقد عبد المحسن اخوانه اللي يعيشون معه 90 يوم، هذا فقد كبير. وانا يوم اسمع صوت عبد المحسن يبكي اتالم. ليش؟ انا اعرف انه مبسوط وفي خير ونعمه، هذا فضل من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن الاخ قدره كبير. صحيح. واليوم احنا يعني في خير وفي نعمه وفضل، وهي نصيحه لكل من انقطع عن اخوه انه يعود له، والله ما مثل طعم الاخوه. الأخوة وصال بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، الأخوة بر للوالدين في قبورهم، الأخوة دوام الرزق وسعة الفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي وصية لكل من تخلى عن أخوه ولا أخته، تفقدوهم تحسسوهم، والله إني أكثر واحد مقصر،
لكن والله اني احب اخواني واني اخدمهم الى اخر قطره في دمي، ما هو انا الحالي انا وعيالي ان شاء الله. ونعم الله فيك. ونعم لكن عبد المحسن كاني سمعت قبل فتره انه دخل البرنامج وكانكم خلني اخرب الجو، اقلب جوكم من الحزن الفرح والضحك. الله يحفظك. كان يدخل البرنامج وكانكم رافضين او انكم ما ودكم انه، خصوصا انه طبيب او دكتور. عبد المحسن طبيب وباقي له تقريبا سنه ونصف. ايه. وطبعا انا ما اخفيك سرا، يعني انا احيانا يعني اعيش دور الاب، والاب دائما حريص على مستقبل الابن، لكن مسؤوليه عليه. نعم مسؤوليه. إيه؟ ولكن في القرار هذا يمكن عبد المحسن يؤكد المعلومه هذه، لم اتدخل لاني مؤمن بان الانسان هو من يتخذ قراره. ثم ان عبد المحسن توفق في الفقره هذه وفي البرنامج هذا في فتره مميزه، اولا هو في نهايه ترم وعنده بعدها صيف، فيعني اذا ترك ترم راح يعني يلتحق بزملائه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعود لهم ويقدم نموذج مشرف لطبيب بصوره اعلاميه. اليوم الاطباء كثر صحيح ومميزين ولديهم حضور بارز، لكن ان شاء الله عبد المحسن صوره مشرفه للطبيب الاعلامي اللي ينشر المعرفه والعلم والصوره الحسنه لمجتمعه. وانا اليوم نقول عبد المحسن طبيب واعلامي، جمع ما بين المهنه وما بين الموهبه باذن الله. بسم الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، على لسانك المعسول. الله يحفظك. الله يرحمك. وجهك المعسول ما شاء الله تبارك الله. انا استاذنكم بس بروح للشيف اشوف ايش عنده من طبخه وبعود عليكم مره ثانيه. الله يحفظك. استاذنكم يا الربع، انا اشوف الطباخ الكبير الشيف ما ادري ايش يبغاني اسميه، الهاوي ما ادري.